طب ما تطلبي منه يحاول مرة تانية مع ابوه، يمكن قلبه يحن ويوافق. يوافق ايه بس يا عمته؟ ده هددوا ان لو فتح معاه الموضوع ده مرة تانية هيطردوا من البيت خالص ويتبرى منه. لا ولا قوة الا بالله، هو سيف ده ايه؟ قلبه حجر؟ انا اللي حظي وحش. لا يا دناي، لا يا اختي، اوعي تقولي كده، ده انت حظك زي الفل، بس هو الشيطان بيعاكس شويه. طب هعمل ايه؟ ممكن تشوفي لي حل بقى؟ بس العيال دول ذنبهم ايه؟ ربنا يهدي العاصي يا رب. ازيك يا عمتي؟ ازيك يا رايقه؟ ما تعرفيش يا عمتي بابا سأل على عماد ولا لا؟ عماد مين؟ عماد اللي جه وقابل بابا بخصوصي. والله والله يا بنتي ما اعرف. مالك يا عمتي؟ ما فيش حاجة، متضايقة بس الموضوع بتاع هنية اختك كل يوم عمال يتعقد. ليه يا عمته؟ ده موضوع هنية سهل قوي، وكفاية كمان ان بابا مش محتاج يسأل عن اهل ماجد. انت يا بنت ايه، ما عندكيش دم ولا ما انتش عايشة معانا في بيت واحد ولا؟ اه طبعا ما انت ليكي حق، ما انت مصاحبالي سين صاد. خشي خشي جوه. مساء الخير يا هون. مساء النور يا بابا. اقعدي اقعدي يا حبيبتي. هي سامح نامت امتى؟ بقالها اكتر من ساعه. بتتعب في الشغل. وانت عامله ايه في المذاكره؟ الحمد لله يا بابا. انا سالت على اسمه عماد الخضري ابو شادوف. يا بنتي ما تقولي له يغير اسمه. ايه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يا بابا؟ على العموم انا سالت عليه، طلع اهله ناس طيبين قوي، هم على قدهم، بس مش ده المهم. المهم انهم طلعوا كاف قاف. يعني ايه يا بابا؟ كويسين قوي، وانا ما عنديش مانع. يا حبيبي يا بابا مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا بابا. انت ايه اللي جابك هنا بنت؟ انت يا بنت، انت يا بنت، انا مش قايلك من زمان اللي ماليش اخوات؟ لكن انا مصره انك اخوي. خلاص يا اختي انت حره. على العموم انا مش جايه لك في امر يخصك. انا عارف يا اختي انت جايه علشان ايه. انا بقى هجيب لك من الاخر. ابني يا عيشه، ابني مش هتجوز بنت عبد الرحمن. طب العيال دول ذنبهم ايه يا اخوي؟ انا ما يخلصنيش طبعا، ما يخلصنيش ان ابني يتجوز ناس اي كلام، ناس مستواهم مش من مستوانا. يعني ايه مستواهم مش زي مستوانا؟ التناسي الناس دول يبقوا مين؟ لا ما تسيبش طبعا، ما تسيبش، عارفهم كويس يا اختي، الناس دول كانوا بيشتغلوا عندنا. يا اخي وانت في حياتك كلها ما عندكش غير الكلمتين الفارغين دول؟ ما تفوق لنفسك بقى. مو علشان كده انا رافض يا اختي، علشان فايق نفسي وفاهم، مش زيك تايهه طول عمرك ومش عارفه مصلحتك فين. طب يا سيف هدي نفسك يا اخويا، العيال دول ذنبهم ايه يا سيف يا اخويا؟ يتعذبوا العذاب ده كله بسبب الكراهيه اللي في قلبك ناحيه اخوك. وبصراحه بقى ناحيتك انت اكتر كمان. ماشي انا مش مهم، اعمل فيها اللي انت عايز تعمله، بس العيال، العيال ذنبهم ايه يا اخويا؟ اه تدفعي كام يا عيشه؟ انا مستعد ادفع لك كل اللي انت عايزه. وعبده بتاعك ده يدفع كام؟ لا بقى مش الدرجات يا سيف، بنت اخويا مش رخيصه قوي للدرجات دي. خلاص يا اختي خلاص، افتح الله. اه افتح الله، بين الشر والبيع يا اختي افتح الله. انا مستعده اركع وابوس ايديك ورجليك يا سيف. لا يا بنت اغلط يا بنت اغلط يا قوي، اجيب حد يشد معاك يا بنت؟ شغل الاول ده ما يمشيش معايا يا بنت، ما دام بنتكلم في الجد نتكلم في الجد. ساعده بتاعك ده معاك كام؟ كام يعني ايه؟ فلوس يا بنت فلوس. ما انت عارف ربنا يسترها معاه، عبده معاه ملايين. إذا كان كده بقى بنت عيشة، سيبيني كام يوم أوزنها وأدورها في دماغي وبعدين أرد عليكي. يا أخي أنت إيه؟ مرة واحدة في حياتك خليك إنسان. ليه بقى الغلط ده؟ ليه؟ حد قالك إني مش إنسان يا عيشة؟ ولي قلب، قلب كبير كمان، قلب بيعرف يحب وبيعرف يكره. يعني في ناس بيحبهم وناس بيكرههم، زي اي بني ادم في الدنيا. يعني ما حدش يقدر يقول عليا ان قلبي اسود، لان القلب الاسود عمره ما يعرف معنى الحب. كان عرفت الحب كتير كتير قوي، لكن عرفت الكره مره واحده بس.
انت ايه اللي وداك ليه بس يا عيشه؟ عشان بنتي يا عبده. مش عايزه يا اخويا هنيه تشوف العذاب اللي انا شفته. اللي رايده ربنا هيكون. بس ربنا ما قالش نقف ونتفرج ونسكت. طب انت شايفه ايه؟ لا انا كلامي اثر فيه، بس هو بيقاوح شويه، مش عاوز يرد بسرعه. ما انت عارف سيف. ما اني عارفه، وقلبي مش مطمن له. لا اطمن، المره دي خير. طب بس انا مش عايزك تجيبي سيره الهنيه، يعني انا رايي ولا بنت تعرف حكايه مروحك لسيف دي لحد ما نعرف رده ايه. ايوه الهام. ست عيشه، في واحد على التليفون بيقول ان اخو حضرتك وعايزك ضروري. اخويا سيف؟ خير امك؟ حلو خير. الو. ايوه يا سيف. من ساعة ما مشيت يا عيشة وانا قاعد افكر في كلامك لقيت ان عندك حق. العيال دول لازم يتجوزوا. هما ذنبهم ايه بس؟ يا حبيبي يا اخويا، انا كنت متأكدة ان الدم عمره ما هيبقى مية، وعارفة انك قلبك طيب يا موس. اي حبيبي، والله فرحت يا سيف، فرحت. مش عارفة اقول لك ايه. الله يريح قلبك، ريحت قلبي. اؤمر يا اخويا، عاوز ايه؟ لا يا عيشة، عاوز ايه بس؟ انا مش عايز حاجة يا عيشة يا اختي، الا ان عبد الرحمن يجيلي ونقعد ونتكلم ونتفق على كل حاجة. انا اللي اروح له؟ هي الاصول بتقول ان ابو العروسة هو اللي يروح لابو العريس؟ متكلمي يا عيشة، قولي الحق. يعني لو بنته هي اللي هتتجوز كان لازم هو يجي لغاية عندي وياخد رأيي ايه؟ قلت ايه يا عيشة؟ هقول ايه يا اخويا، بس كلامك كله مظبوط. ولما هو مظبوط عايزين اروح له ليه؟ انا قلت المركب تمشي، يعني مش عايزه اي حاجه تعطل الموضوع. تمشي على كرامتي انت ترضيلي؟ معلش حبيبي، انتوا برضو اخوات. اخوات يعني ايه؟ يعني ارمي كرامتي في الارض؟ كل حاجه ليها اصول عيشه، من غير الاصول الدنيا تتلخبط، والصغير مش هيحترم الكبير، والاب مش هيعرف يسيطر على اولاده. ما انا قلت لك يا عيشه اني ما بروحش لحد. انت عارفه ان انا كنت رافض في الاول، لكن عشان خاطرك، عشان اثبت لك نيتي صافيه، وافقت. بس هو يجيني، اظن كده كفايه بقى. معلش يا سيف، تعالى على نفسك شويه كمان، ده اخوك الكبير يا حبيبي. كبير ايه يا عيشه بس؟ كبير ايه؟ كبير في حاجات تانيه، لكن ده جواز، بيزنس بيزنس. وبعدين بقى هو اللي هيستفيد من الجوازه دي. هيستفيد؟ هيستفيد ايه؟ كفايه انه هيناسب رجل الاعمال الكبير سيف دي. هو قالها لك العيل الصغير، قالها لك. جرايه يا سيف، انت كمان يا اخويا هتحشر العيال في وسطينا؟ طنط لو سمحتي، انا مش عيل، انا راجل محترم. اختشي يا ولد، اختشي يا قليل الادب. عيب عيب، دي عمتك برضه. ايه يا عيشة؟ قلت لا اله الا الله. تاخدي حته؟ مش عايزه حتت. براحتك. سيف يا اخويا، بلاش تركب دماغك يا حبيبي، خلي المركب تمشي. مين فينا اللي راكب دماغه وعيشه؟ مين فينا؟ اشهدوا يا ناس، اشهدوا. انا عايز ايه يعني؟ عايزه يجي ويشرفني ونتكلم ونتفاهم ونقرا الفاتحه سوا. اظن بقى عداني العيب. لا 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 لا، انت كده بتتنازل زياده عن اللزوم يا بوب. ما تتكتم بقى يا واد، ولا ليك حق، ما انت ما لقيتش حد يربيك. انكتم قليل الادب، انكتم. قلت لك دي عمتك، انت مش متربي خالص، مش شبهي. امشي دلوقتي وسيبني اكون جوفه براحتي، سيبني اتكلم مع عمتك براحتي. ها يا عيشه، ها يا اختي، قلتي ايه؟ هقول لك ايه يا عبد الرحمن يا اخويا، راكب دماغه ان انت لازم تروح. خلاص هو حر، يخبط دماغه في الحيط. انا ومين ده اللي هيخبط دماغه في الحيط؟ والعيال دول ذنبهم ايه تعذبوا؟ يا عيشه، الجواز اسمه ونصيب. شفت اللي حصل بيني وبين سريع؟ اتحرمنا من بعض سنين طويله، وفي النهايه كنا لبعض. يا اخويا بس انت برضو اتعذبت، وهي كمان اتعذبت. عايز بقى العيال يجرى لهم اللي جرى لكم؟ انا اذا كان عليا نفسي بناتي كلهم يعيشوا متهنيين وسعداء.